حقوقهم وما تسامحوش ولا تراجع، والنضال مستمر. وهذا صاحب المهامات القذرة العدو اللدود الجزائر اللي كان يقول تبع جوا كلب اللي تبعك. أنا أقول له الكلب من مثلكش بيه باش ما يقدرش، الكلب وفي. بس أنت جرثومة لوسة الوطن، أنت شرير، أنت لص، أنت يا صاحب المهامات القذرة والله ما نسامحوك. وبدوي طرحت لي من العدالة الإلهية يا ويحيى، يا ويحيى يا عميل فرنسا، نطالبك نطالب العدالة بالإعدام، تعدمك وتعدمك علني يا عميل فرنسا، يا اللي بعت الجزائر وشرت العائلات وسخسرت فيهم بطا يا أخت، قلت لهم أنا مش ياكلها الجزائري. يا ما نقدرش نلمس الكلب وفي، الكلب ما يقدرش، والخيانة في الوطن خيانة عظمى. طالبوا الإعدام لصاحب المهامات إن شاء الله. العدالة اليوم نطالبوكم، والمحاكمة تكون علنية، ما تديروهاش أوي.